السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير. جيت هذا النهار ان شاء الله باش ننوركم ونعطيكم يعني اخبار ومعلومات حصريه بخصوص القضيه ديال الطبيب ديال طنجة، وكنتمنى من الله يوفقني ان شاء الله باش نوصل لكم هذه المعلومه هذه ونبلغ لكم هذه الاخبار الحصريه ان شاء الله، لان خرجوا بزاف ديال الناس وهضروا على هذا المشكل هذا، وكنقول لهم من هذا المنبر هذا كنقول لهم الله يهديكم على راسكم. انا كنعرف بان المغاربه الحمد لله يعني شعب طيب، قلبه طيب، شعب كريم، شعب يحب الخير للجميع، وشعب حنين، ولا جيتيه ديريكت غادي تاكلو بحوايجو. الشعب المغربي معروف في العالم انترناسيونال، لا داعي لكي تراوغ معاه. ما خصكش تكذب على المغاربه، لان تكذب المره الاولى الثانيه كي قلت لكم غيعيق بك، غادي يقلب عليك المغربي، غيدي فيه وغيقلب عليك ويخليك تما بوحدك. لذا خرج هنا قول شي كلام للناس اللي غادي يستافدوا منه، كلام صريح وخيط بخيط ابيض. كنطلب منكم اخوتي المغاربه، قبل ما ندخل في الموضوع ونبدا فيه، نبدا في الموضوع اللي جيت نهضر عليه، قبل ما ندخلو نبداو في الموضوع خصنا بعدا نترحموا على داك السيد مسكين، حيت كلنا كنخرجوا غير كنهضروا عليه وداك الشيء، ولكن ما كنترحموش عليه، لانه هو كيبقى في التالي بشر. البشر معصوم من الغلط، الكمال لله سبحانه وتعالى. داك السيد تدفن ومشى معاه السر ديالو، خرج قول كلمة خير ولا سكت. كنطلب منكم المغاربة الله يجازيكم بخير، ديروا دقيقة تسمتوا ترحموا عليه، مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، لأن داك السيد إلا كان دار سيئات في الحياة راه دار بزاف ديال الحسنات اللي الناس قالوا دار الحسنات فيهم، دار الحسنات بزاف في الناس. داك السيد هذاك اللي نتوما كتخرجوا كل مره كيخرج واحد وكيبدا يفضح ويفضح للمستور، وربي قال لك استر، من ستر مسلما فوق الارض ستره الله يوم القيامه. خصك تستر بنادم الا شتي شي حاجه، ما خصكش تفضحو. قبل ما يخرج التحقيق ديال البوليس درت انا التحقيق ديالي، انايا كندير ديتكتيف بريفي، انا كندير تحقيق قبل ما كيديروا البوليس، كندير انا التحقيق. رجع الفيديو ديالي السابق وغادي تشوف، قبل ما يدير البوليس تحقيق يخرج به، رجع الفيديو السابق شنو قلت انا على الطبيب اللي مات الله يرحمه. شنو قلت قبل ما يخرج التحقيق؟ عرفت انا المشكل منين، علاش قتلو هذاك، باين واضح، ولكن انا علاش خرجت قلت ديك الهضره وما قلتهاش بوضوح؟ لان انا كنت القصد ديالي منها باش انهم يقلبوا على الجاني، انا باغي المجرم يتلقى عليه القبض، ماشي غرضي من قلت ديك الهضره زعما باغي نشوه السمعه ديال داك السيد الله يرحمه، ولا حنا بغينا المجرم يتلقى عليه القبض. بغيت غير نسولكم اخوتي المغاربه، علاش حنا الشعب كيبغي الفضيحه؟ علاش كنبغيو الفضيحه بزاف؟ عزيزه علينا الفضيحه. علاش كنديروا اعاده تمثيل الجريمه؟ ما خصهاش كاع تكون اعاده تمثيل الجريمه في القانون كاع، لانها تمس بسمعه قال لك هذاك السيد، لانه مازال كيتسمى بارئ وخا هو اعترف. قدر يكون اعترف بار اكزومبل لانه مريض مرض نفسي، ولا كلا شي دواء، ولا عليه ضغوطات، ولا كيعترف بشي حاجه كيقول انا درت، لان بغى مثلا غير يقول انا درت باش يتفك يمشي بحالاته، ولكن تلقى مثلا مور داك شي حاجه اخرى، واخا هو قال انا قتلت، تقدر مثلا ابرين قولوا يتبرأ، يجي شي واحد اخر يقول لك اودي انا اللي قتلت الطبيب، هو راه كنا بجوج بينا مثلا، حنا غير كنقولوا احتمال، غير احتمال. هذا انت درتي له اعاده تمثيل الجريمه، شوهتي السمعه ديالو داك الشيء، ويقدر يجي شي واحد في اعاده تمثيل الجريمه ويقتلوني تما، وتكون جريمه في جريمه، وفي التالي القاضي يبرؤو. يو كي غنديرو في ديك اعاده تمثيل الجريمه اللي شوهتي السمعه ديالو مع الناس؟ نورمالمون انا ضد هاد اعاده تمثيل الجريمه، كتجمع البشر والصداع والمشاكل، حيت حنا في المغرب غير جالسين في القهاوي رجل على رجل، قهوه حدا قهوه، وكل قهوه فيها 40 واحد، ومنشورين في الربيع في الكازون، ما كاين ما يدار. سي بوغ سولا غير كنشوفوا شي حاجه شي مشكل كلنا كنوضو كنتجاراو والجوقه والشوهه والغوات. هادشي باش قلنا لكم ما صالحش اعاده تمثيل الجريمه، حيت بزاف د الناس خرجوا في لي كومونتير كيهضروا كيقولوا الخرجه اللي خرج خوه. انا هادشي علاش خرجت نهضر هاد النهار هذا، حتى على خوه الخرجه اللي خرج خوه كيهضر في واحد المنبر اعلامي معروف بلا ما نذكر الاسم ديالو. خوه خرج يهضر قبل في واحد المنبر اعلامي واحد اخر وقال ف
فاش كان في الدار ديالهم بان خوه ما يقتلش، مستحيل، ماشي هو اللي قتلو، هو مريض مرض نفسي. ولكن دابا اعترف خوه، قال بان خويا ما يمكنش يرتكب جرم الا وشي حاجه كاينه دفاعا عن الشرف ديالو. انا غادي نجاوب خوه دابا ونقول له واش الدفاع عن الشرف اللي كيدافع على الشرف كيقطع وسك شي واحد والراس ديالو ويتكرفس عليه ديك الطريقه الوحشيه، هذا دفاع عن الشرف؟ دفاع عن الشرف كدفع بنادم وتهرب. الا وقع بيناتكم كاع حزازات بغى يضربك ويقتلك تقدر تضربو بجنوي وتهرب، انت جلستي كتفصل فيه سافو ديغ انتقام. هذا يعني لان هذا الشيء هذا كي قلتي هذا المشكل هذا كان بينو وبين داك السيد هذاك مده طويله، سافو ديغ ملي كيوقع لك مشكل مع شي واحد واحد المده زمنيه فتره زمنيه طويله وانت كتجمع عليه لي دوسي، الدوسي كيكون كبير. ابري ملي كتنتقم منه كتبغي تشفي الغليل ديالك مزيان، حيت هذاك ماشي مشكل غير تلاقيتي واحد في الزنقه سبك سبيتيه وضربك ولا ضربتيه وهربتي مشيتي بحالاتك، لان واحد السيد اللي تشديتي معاه في القهوه ودابستي معاه ولا في شي بلاصه ما عندكش ما كتكنلوش واحد الكره، واحد الكره يعني واحد العداء كيكون يعني عميق كبير. هذاك غير تلاقيتي معاه سبك ولا سبيتيه سي بون كتضربو ولا يضربك كتمشي بحالاتك، كدابزو كيجيو الناس كيفرقوكم مثلا، نعلو الشيطان نعلو الشيطان، كل واحد كيمشي بحالاتو. ولكن واحد السيد اللي كتربطك معاه علاقه يعني واحد المده زمنيه طويله وكيدير لك بزاف ديال الحوايج مثلا اللي كيسيء لك السمعه ديالك، كتجمع عليه دوسي وكتنتقم منه. هذا هما الجرائم اللي كيوقعوا في المغرب، جرائم الفظيعه بسبب هذا الشيء هذا، كيكون علاقات وطيده ما بين دوك الشخصين وبري كتنتهي بجريمه قتل. السؤال المحير لا كيسيون كي سوبوز، السؤال الذي يطرح نفسه على جيت انا نهضر هنا، ان اخوه شوف اش قال وشوف اش قال. دونك دابا تبت الجريمه على اخوه، دونك علاش دابا كيقلب هو على البراءه؟ دونك هو كيقول لك خو راه قتل لان دفاع على الشرف، دفاع على الشرف ما كيكونش هكاك، دونك خو كيستاهل الاعدام ولا المؤبد. السؤال الذي يطرح نفسه خوه اش داه يمشي في الحرام مع داك السيد مده طويله؟ واش هو مشى يقرا ولا مشى يتعارف مع واحد السيد وهو باري اكزومبل مثلا عارفو بان ما صالحلوش وكيدخل معاه للدار وداك الشيء؟ دونك خوه هو اللي كيقلب على المشكل، ما خصش هو يخرج كاع يهضر في منابر اعلاميه، يجمع الدوسي ويمشي بحالاته ويسكت صافي. خوه ارتكب جرم غادي ياخذ العقاب ديالو وباسطه وسالينا هنا. علاش قلت بان ما خصش تكون اعاده تمثيل الجريمه؟ لان تقدر توقع فيها جريمه في جريمه، يقدر يجي ينتقم داك السيد من داك السيد سير بلاص تماك ويستق مشكل كبير، ولا شي واحد من هادوك الناس اللي متجمهرين تما، دوك الجمهور اللي جايين تما بحال اللي كيتفرجوا في شي ماتش الكره يضربوا بشي حجره يقتلوه. ولا منين كدير اكسيدون في الطريق وتقتل شي واحد، في القانون خصك تخلي الطوموبيل تما وتهرب بحالاتك باش ما يجوش العائله ديال الضحيه يقتلوك. حنا كنديروا ضد القانون، هادشي باش قلت ما خصش يحيدوا هاد القضيه. نورمالمون ما كاين لاش انا ندي واحد المجرم لواحد البلاصه ونقول التجمهور ونروين وحي الشعبي ونجاوب في نفس الوقت على هذاك اللي على خوه قال لك ما يمكنش داوه الفيلا والمشكل وقع في ابارطومون، عاود الناس هضروا قالوا ما يمكنش، لاحظوا ديك القضيه قالوا الخو عندك الصح، خوك فعلا قتلوه في ابارطومون وما داوه الفيلا، كاين خروقات تما ما فهمناش. انا غنفهمكم اش كتسمى هذيك اعاده تمثيل الجريمه، اعاده تمثيل الجريمه، تمثيل كان متلو ماشي فري. اعاده تمثيل الجريمه تقدر يديروها في اي بلاصه، ماشي حتى في ديك البلاصه اللي قتل هو فيها، يقدروا في بلاصه اخرى الا بغاو يديروها مثلا، حيت غير كيمثلوا الجريمه. وقضيه اخرى ما يمكنلكش دير اعاده تمثيل الجريمه في حي الشعبي، حيت علاش؟ تخلق الهلع ما بين عباد الله والخوف، وكاينين دراري صغار وغيوقع الصداع والغبابر وجري عليا نجري عليك والمشاكل والبوليس والصداع، ما يمكنش تكون في حي شعبي اعاده تمثيل الجريمه. علاش داوهم الفيلا باش يكون الكالم تما؟ واخا داوه الفيلا تبعوهم الناس والصداع والجماهير، حيت قلت لكم المغاربه فين ما مشيتي تلقاهم منشورين في الكازون حدا الطريق، القهاوي قهوه حدا قهوه، ما كاين ما يدار البشر ما كيمشيش بار اكزومبل يقلب يدي ميردي يدير ما شي حاجه ولا يمشي بار اكزومبل يدير رياضه ولا يدير شي حاجه ولا يقرا شي كتاب مثلا في شي بلاصه بعيده حدا البحر. ولا خصنا نوضو نمشيو للقهوه النهار كله نحديو طالعه الهابطه طالعه الهابط، هذا هو المشكل في المغرب. المهم اخوتي المغاربه كنتمنى لكم ليله سعيده، احبكم في الله كما تحبونني، اعشقكم كما تعشقونني، انا انسان متواضع
الحمد لله، الله يقدرنا على فعل الخير ونوصل لكم المعلومه على احسن وجه، ما يحشمناش الله ان شاء الله معكم، وما كنخرجوا نهضروا هنايا حتى كتكون عندنا اخبار صحيحه. الله يقدرنا على فعل الخير وتنوير المجتمع المغربي. تهلاو ليا فراسكم، كنحبكم في الله. الى بروشين فيديو، كنتمنى لكم ليله سعيده.